زي ما انت قلت، الحظ بقاله فتره مش معانا بصراحه، مش عارف السبب ايه، ولكن احنا بنتعب وبنجتهد. احنا الحمد لله في من اول السنه واحنا في المركز الرابع، ان شاء الله نحافظ عليه. خلاص ما بقاش على البطوله اللي مباراتين، ان شاء الله المباراه الجايه على ملعبنا. مباراه صعبه جدا، بتلعب خريبيا، فرقه بتنافس على الهبوط، المباراه هتكون صعبه على الفرقتين، ولكن على ملعبنا. بتمنى ان شاء الله ان الجمهور، خلاص فاضل خطوه، انت بتلعب كل يومين كمان، ما عندناش وقت للتمرين، ما عندناش وقت للكلام، عندنا لازم نشجع ولازم نساند، لان الوصول لافريقيا ده اعجاز مش انجاز. لو اتعمل في اسفي دي حاجه هتحسب لنا كلنا، كله هتحسب لكله. فبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان اللاعبين يكونوا ان شاء الله التوفيق مع حليفهم في الاول، ونكون رجاله كلنا ان شاء الله في الماتش ده، وان شاء الله نكسبه، وان شاء الله نحقق ان شاء الله المراد باذن الله، ان احنا نوصل لافريقيا باذن الله. ما تنساوش تابونا وفلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.